يا عادل لسه مخلصش تنظيف. خلص وهات لي اهوالك. صباح الخير يا كامل. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة يا عمي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا غالي. تجننت يا كامل؟ هو حماية غريب عشان يقعد هنا يا جدع؟ حسابك معايا. والله قلت له خش يا عم. خلاص أنا اللي أصريت إنه يبلغك إن في ضيف جاي من مصر وما يقولش اسمه. عشان بصراحة مش عاوز تحية تاخد خبر. وكتر خير الراجل سمع الكلام. على فكرة كامل أفندي ده مخلص ليك أوي. ولو مخلص قعدك هنا برضه حماية، ماشي يا كامل، ماشي. برضه أنا اللي أصريت، بصراحة الراجل عرض عليا. أدخل المكتب وأقعد. أنا اللي مرضيتش، مش عاوز أحرجه. أحسن أدخل أشوف ورقة، أطلع على أسرار البيزنس، حاجة كده ولا كده. ما أنت عارف البيزنس أسرار برضه. ماشي يا عمي، اتفضل اتفضل يا غالي، نورتني والله. اتفضل يا غالي. يا عم اتفضل اقعد، هنتكلم عن واقف. منورني والله يا عمي، عايز ارحب بيك من بكره. بس انت قلقتني، هي خالتي بخير؟ خالتك بخير والحمد لله. طب الحمد لله، اصل انا قلقت لما قلت انك مش عايز تحيا تعرف انك هنا. انت مش عايز تعرف ليه يا عمي؟ في حاجه؟ انا هدخل في الموضوع عدل. انا مش عايزها تعرف ان ابوها عرف ان جوزها بيتاجر في المخدرات. تضحك على ايه؟ بص يا عمي، علي الطلاق بالتلاتة من بنتك. أنا ما هفتح الموضوع ده ولا أتكلم فيه إلا في وجود تحية. وأنا آسف إني بحلف قدامك بالطلاق، بس ده عشان أجيب من الآخر. ثواني هتصل بتحية وتبقى هنا. منورني والله يا عمي. أنا لما شافي حكالي وشرح لي اللي محمود مرضيش يفهمه، أنا مصدقتوش كده عمياني. صحيح هو جوزي وأنا بثق فيه، بس لما يبقى محمود أخويا هو الطرف التاني في المشكلة كان لازم أتأكد بنفسي. أنا وشافي نزلنا بالعربية على المنزلة عشان نقابل صاحب الصيدلية. كلمناه وقلنا له ما يقفلش لحد إحنا ما نوصل. وهناك عرفت إن البنت اللي محمود إداها الحبوب وافتكر إنها مخدرات، البنت دي عندها مرض عصبي، بتتعالج عند دكتور في المنصورة. ودي روشيتا اللي كتبها لها الدكتور. أنا كلمته بنفسي وتأكدت. محمود فهم غلط. شافع قال لي إن التجار الكبار بتوع الأدوية بيستوردوا الأدوية دي من بره وبيبيعوها غالية قوي للناس. هو بيجيبها متهربة. صحيح ده غلط، بس مش مخدرات. وكمان شرح لي إن الحالة الاقتصادية في البلد زي الزفت، وهو بيكسب من الأدوية دي وفي نفس الوقت بيخدم الناس. أنا ما عجبنيش الكلام ورفضت الفكرة كلها، بس هو وعدني إن هو أول ما يخلص من البضاعة اللي عنده كلها مش هيرجع يعمل ده تاني. وأنا كمان لو شكيت لحظة واحدة إن في حاجة بتضر الناس أنا مش هسكت، ما بالك المخدرات. والله يا بابا هبقى أول واحدة تبلغ عنه. أنت مربينا إن إحنا نحترم الناس ونتقي ربنا فيهم. ربيتنا على الصدق والأمانة والخوف من ربنا. انت عارف احنا كلنا عمرنا ما هنتغير. واضح ان عمي لسه مش مصدق. انا مستعد اخدك من ايدك يا عمي ونروح للناس اللي انا شغال معاها وهيقول لك ان الكلام ده كله حقيقي. يا شافع، هو انا عبيط يا ابني؟ ما انت لو عايز تكذب عليها هتكذب. المساله مش صعبه عليك، ممكن تربط مع اللي شغالين معاك يحموا ظهرك. الله يسامحك يا عمي. ليه كده يا بابا؟ هو انت تعرف ان انا ممكن اكل عيالي من الحرام؟ هو ده كل اللي هممني يا بنتي، انت وعيالك. انا لا يهمني شافع ولا اللي شغالين معاه. هو حر، لو هو بطوله يعمل اللي هو عايزه، لكن طالما انت على ذمته لا يمكن يدخل بيته قرش حرام. لا اله الا الله. وهو لو عمل كده ثانيه بابا انا هسكت له؟ ساعتها بقى يبقى حد الله بيني وبينه ليوم الدين. تمام كده يا بنتي، بس انا برضه بقولها لك اهو قدام جوزك. لو فكرت لحظه تعدله غلط عشان تعيش والمسائل تمشي، يبقى بتجني على نفسك وعلى عيالك. جوزك اهو بعد شويه هيجي يقول لك البضاعه دي خلصت وفي بضاعه تانيه داخله. الله اعلم بقى البضاعه دي هيبقى فيها ايه. طب يبقى اعملها عشان تبقى خلصت بجد بقى المره دي. اساله كده انا عملت فيه ايه اول ما عرفت باللي بيحصل ده. انا كده عملت اللي عليا.
أنا مش هعمل نفسي قاضي وأحكم على كلامكم. ربنا هو العالم المطلع وهو اللي بيحكم. إذا قدرتوا تضحكوا عليا مش هتقدروا تضحكوا علي. سلام، أقوم ألحق طريقي. بالذمة ينفع الأسلوب ده يا عمي؟ يعني هتمشي كده من غير ما ناكل قمة مع بعض؟ والله أزعل بجد. بلاش قطر كلام، مشواري وخلصته. خدي بالك من نفسك يا بنتي، وخدي بالك من عيالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يخرب عقلك يا قدح، ده انت طلعت ممثلة حكاية، ايه؟ قعدك قدام المسلسلات نفعك، أمال ايه؟ تفضلي ساكتة كده؟ تفضلي محسساني إن أنا ارتكبت جريمة؟ يا بنت الحلال، اللي أنا بعمله ده ما يجيش حاجة في اللي بيحصل في البلد دي. أمال لو شفت اللي بيتهرب من المينا، شعر راسك هيقف. بص يا تحية، وأيمانات المسلمين، في لحظة الصدق دي، أنا مع أنت هتجري في الحبوب دي تاني. أنا أشتغل في الدواء والفياجرا المتهربة، وأعمل بنصيحة أخوك محمود، هو اللي قال لي الفكرة دي. على فكرة الحكاية كلها أسبوع وأخلص من البضاعة اللي عندي. بس على الله بقى أبوك ما يكونش مرقد لنا حاجة. معلش أنا آسف، أنت عارف أبوك أكتر مني. بص يا تحية، أنت ما حسيتيش من أبوك يعني إذا كان في صدق كلام ولا برضه ساكتة؟ طب أعمل إيه؟ هو انت فاكره العيشه اللي انت عايشاها دي من استيراد لعب الاطفال من الصين وبس؟ بقولك ايه، لو عايزه تعيش في فقر زي اهلي واهلك ما ترجعيش تشتكي وتقولي نفسي فيه وبقول اخيه انا اسف. يعني ما تخلينيش اندم ان انا صالحتك باللي في قلبي وحكيت لك كل حاجه. نفسي ترجعي زي زمان تستمتعي بحياتك، تدلعيني ادلعك. ما انا خايف ابوك ولا اخوك يوقعوني في مغرز ما اطلعش منه. مين اللي هيقف جنبي غير مراتي حبيبتي؟ ولا سيب كامل يسرقني؟ ويسرقني ليه كامل؟ طالما مراتي عارفه عني كل كبيره وصغيره وستر وغطى عليا وفاهمه كل حاجه. مفيش فايده. انا لو بكلم في حجر كان قام خدني بالحضن وبسني في خدودي وفي شفايفي وقال لي تعالى لي يا حبيبي. بس انا تعبت يا تحت. الحمد لله، أكلنا وشربنا وحكينا قصة حياتنا لبعض. نشتغلوا بقى حودة ولا إيه؟ تمام يا حاج. إيه مالك؟ في إيه؟ لا مفيش، أصل الأكل بس كبس على نفسي، مش متعود أفطر بدري. هو في أحسن من الفطار بدري؟ جيلكوا ده ما بوظوش إلا الفطار ساعة الغدا، والغدا يبقى ساعة المغرب، والعشاء قبل ما تناموا جاتكوا خيبة، صحتكوا باظت وفضحتونا وبقيتوا خيخة. استنى لسه ضارب اربع اطباق بليله وكسكسي قبل ما اجيلك على طول يا حاج. طب مش كنت تقول لي وسايبني عمال احلف عليك واعزم واعزم واحلف عليك؟ ما تقول لي يا اخي. اصلك يا حاج قلت لي انك بتتفائل لما بتفطر مع اللي جاي يشتغل عندك اول يوم، وانا مش عايز ابقى شؤم على نفسي. برافو عليك انك صرحتني، اصل انا ما بحبش الكذب ابدا ولا الكذابين، بس ما تعملهاش تاني. حاضر يا حاج. انا هخليك تهضم في شغلانه في ربعية صغيرة. قول لي بقى، أنت ليك في الياباني؟ صراحة يا حاج أنا لا ليا في الياباني ولا في الألماني. ما أنت عارف كل شغلي كان في ورش رشيد، واللي ماشي في رشيد الكوري، أنا في الكوري ملك. ده غير البيجو وال 28 عربيات الشعب يعني. إنما لو ركزت هتعلم. تعجبني. أصل أنا ما بحبش اللي بيفتي أبداً. الفتي ده أبشع من الكذب. ماشي. هنشوف. بص بقى. العربية دي معصلجة مع عمال الورشة كلهم، عاوزك تحط ايدك فيها، يمكن ربنا يجعل دواها على ايديك. يا مسهل يا رب. بس انا كده يعتبر اشتغلت ولا لا يا حاج؟ جدع، عشان ما بتضيعش حقك. خد اشتغل ورزق ورزقك على الله. يلا. Thank you.
الله ينور يا محمود. عليك يا حاج. عملت ايه عشان تدورها؟ مفيش، حساس الكرنك كان بايظ فمبرجل الموتور، غيرت الحساس فقامت معايا. يا شيخ الله. يا اسماعيل، يا اسطى اسماعيل تعالى، عاوزك. امر يا حاج. تعالى هتنبسط دلوقتي. الاسطى اسماعيل توقع الحكايه دي والله العظيم، بس كمنه متخصص في الالماني انا خفت يحط ايده فيها. برافو عليك يا اسماعيل، عرفتها لوحدك من غير ما تخش كليه الهندسه يا سيدي. باشمهندس محمود عارفه؟ ما بلاش باشمهندس دي بقى يا حاج، وخليها اسطى. لا باشمهندس محمود على سنه وعلى رمح. لا انا هنا مش بنقدرك عشان صلحت لي عربيه، لا ومش بننفخوه، لا ده اي عيل يعملها. احنا هنا بنقدروا العلم، انت معاك شهاده كبيره قوي يا محمود، واذا ما كنتش لقيت اللي يقدروك بره احنا هنا نقدروك. يا اخوانا يا اخوانا، الباشمهندس محمود على سنه وعلى رمح. يا اسطوات محدش يقول له يا اسطى، الباشمهندس محمود على سنه ورمح، ده خريج هندسه كبير قوي. يلا يلا كل واحد على شغله. لص اسماعيل بقى من طنطا وايده تتلف في حرير، ان شاء الله لو اتصاحبتوا نادوا بعض زي ما انتوا عايزين، يا سمعه يا حوده ان شاء الله تنادوا بعض بكلام قبيح، ما اتصاحبتوش مشوها رسمي. صباح الفل يا باشمهندس حوده، بجد الله ينور. اهو شوف اهو ساب لك الباب موارب، اعمل بقى اللي انت عايزه. باشمهندس محمود بلدياتي من رشيد. ده انا اول مره اعرف انك من رشيد يا حاج. انت هتصاحبني انا ولا ايه؟ لا حاج العفو، ده اسمه كلام. اذا كان هو بلدياتي وما يعرفش. تعال يا محمود عايزك، تعال قول لي يا حوده انت ساكن فين يا محمود؟ انا قاعد عند اخويا، اصله بيدرس عندكم هنا يا حاج. اه طب كويس، اصل انا بحسبك يعني بتدور على سكن. وهو اخوك ساكن فين؟ في العجم. ايوه يا دين النبي، معقوله؟ وانت كل يوم حجيني من العجم للشطب، من العجم للشطب، لا ده مشوار يا محمود. حجيني تعبان وهلكان وهتقرفني في الشغل، مش هينفع. لا عموما هي محلوله، انا عندي اوضه فوق السطوح جنب الورشه، جنب العماره بتاعتي بعمارتين، مسكن فيها ثلاثه من الصناعيه اللي عندنا، هم كانوا اربعه، واحد ربنا كرمه واتجوز ومشي. انما اوضه ايه فوق السطوح هواها يرد الروح، اما تشوفها هتعجبك قوي، انا كان نفسي اقعد فيها. ايه؟ مش عاجبك السطوح يعني ولا ايه؟ بالعكس يا حاج، ده انا اساسا كيف سطوح، بس اربعه مش كتير على الاوضه. بقول لك اوضه برحه كبيره يعني، انا كان نفسي اعيش فيها. ما هو لما يشوفها يا حاج هيفهم قصدك. خلاص بعد ما نخلص خده معاك اسماعيل وريه الاوضه، وان شاء الله هتعجبك، وهدومك بقى ابقى هاتها على مهلك. ربنا يخليك لينا يا حاج. طب بالنسبه للايجار؟ سيبه ما تزغدوش، هو معاه حق يسال. الايجار 100 جنيه، هبقى اخصمهم منك من المرتب بتاعك اللي هتاخده من الورشه، اللي انا شخصيا ما اعرفش هيبقى كام. انت عشان صلحت لي عربيه يعني انا هكتب لك نص الورشه. جرى ايه؟ جرى ايه يا ابو حنفي؟ لا ايه؟ مش عاجبك كلامي؟ بصراحة لا، بس ما عنديش اختيار تاني يا حاج. تعجبني تعجبني، وشكلك كده هيعمر معايا كتير قوي، أصل العيال دي خيخة، كل حاجة أقولها لها لا مؤاخذة مش بقول عليك يا إسماعيل، نعم حاضر نعم حاضر، إنما أنت مع أصلك إن شاء الله هتعمر بإذن الله. بص يا محمود. شايف العربية اللي هناك دي؟ العربية دي بتاعت واحد جاري ساكن في العمارة اللي جنبي، إيحة على الآخر، كل شوية جبالي عشان يصلحها، كل شوية جبالي عشان يصلحها. رهوان يا حاج رهوان. لا أنا مش عايزها رهوان، أنا عايزك تكسحها وتجيبها على الأرض، ومش عايز ميكانيكي فيك يا اسكندرية يعرف يقومها. اعتبرها قلبت قرر، ومفيش ميكانيكي فيك يا اسكندرية هيعرف يقومها يا حاج. يا أخي أنا كان نفسي يكون عندك ضمير وتقول لي لا حرام. إذا كان أنت ما رعيتش حرمة الجار هرعيها أنا يا حاج. يلا 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 كل واحد على شغله، اتفضل يا حاج. يلا مع السلامة. أنا باشمهندس أنا فاهمك، تعال. وفي إيه؟ هو كده الحاج، هو بحالات بيتحول. بقول لك أنت إيه؟
هو انت مولود بالضحكه دي ولا جات لك على كبرك عشان خانقاني؟ يا سيدي بكره تتعود عليها. قول لي الاول، ليك في الشخير؟ لا. ليك في الشخير؟ معرفش والله، بس ما تهاليش ان انا بشخر. لا مش القصد، اقصد يعني بتتحمل الشخير؟ شوف، لو سرير طويل والغطا مكفي استحمل ابوه. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايوه يا ابني، لسه اللجنه التنسيقيه بعتالي ايميل في كل التفاصيل. بس ايه رايكم؟ ملعوبه صح؟ مش عارف، انا بس كنت شايف ان الاقتراح اللي هتعمله صفحه كلنا خالد سعيد مش بطاق. يا ابني الكلام ده للعيال السيس، يعني ايه نطلع على البحر ونلبس اسود ونشبك ايدينا؟ ايه هنصور كليب لعمرو دياب؟ لا يا احمد لا، انا مش معاك في طريقه على حاجه زي دي. بالعكس انا شايفاها خطوه حلوه جدا وذكيه كمان، لان في ناس كتير ما هماش نشطه اصلا وبيخافوا ان هما يصطدموا بالامن، فخطوه زي دي ممكن تشدهم جدا وتجذبهم لينا. لان احنا لازم نوسع الدايره، مش لازم في كل حدث نبقى بنفس العدد. لازم ينضم لنا الشباب العادي اللي تعاطف مع اللي حصل لخالد سعيد. يا سيدي على عيني وعلى راسي، ايه هتركبوني الغلط؟ خلي الشباب دي تعمل اللي هي بيريحها واحنا نعمل شغلنا. هما بيخافوا يصطدموا مع الامن، احنا بقى ما بنخافش، وبصراحه بقالنا كتير ما مسناش عليهم ولا مسوا علينا. ايوه بس خطوه زي دي ممكن تهاجي علينا الناس العاديين. انت عارف يعني ايه نعتصم في الشارع ونوقف الترام والعربيات؟ يعني اسكندريه كلها المرور فيها يقف. ما هو ده المطلوب يا ابني. ولا علاء، بطل كلام الاستراتيجيات الاهبل ده. انا بصراحه شايف ان هي فكره عبقريه هتخلي كل اسكندريه تتكلم عن المظاهره والمطالب. يعني هم هيسيبونا ده ثواني وهتلاقي الامن المركزي عندنا، وساعتها بقى من عينك ما تشوف الا النور. يا معلم احنا اول ما يهجموا فص ملح وداب في الشوارع الجانبيه وهم مش هيقدروا يخشوا الشوارع الجانبيه بالعربيات الكبيره بتاعتهم، وانت عارف بقى بتوع الامن المركزي قلبهم ميت وبيموتوا في الحواري الضيقه بصراحه. بصوا هي فكره جديده نخرج بيها من ملل الوقفات قدام المحكمه والمحافظه. وعلى فكره ده مش اقتراح، ده قرار الناس اتفقت عليه وهننفذه، بس عشان الامور تبقى واضحه. واخوه ده جاله امتى؟ امبارح بس يا باشا. اسمه ايه؟ محمود يا باشا. قال لك ايه تاني البواب على اخوه؟ قال لي ان احمد نبهه انه ما يقلقش لما يلاقي محمود داخل وخارج، عشان هو جاي يقعد في اسكندريه سعادتك، ده حتى عمله نسخه من مفتاح الشقه. ده اشتغل فين بقى؟ ما يعرفش، بس هنعرف. طيب انا عايز الواد تحت المراقبه، الواد اللي اتعمل له قريه الرئيس بتاعت رشيد، عايز الملف بتاعها وعايز اكلم الضابط اللي عملها. عندي ليه كام سؤال كده، عايز افهم العيال دي ايه ظروفها بالظبط. أنا مش فاهم بتلم حاجتك ليه؟ ما تقعد يا كبير، ده البيت بيتك. يا راجل بجد يالا الكلام ده؟ هو بصراحة مش هناك من هنا حاجة تفرحني، بس مضطر إني أقفش فيك عشان تقعد. حياة أمك، أكبس على نفسك وكل ما يجي أصحابك يشرفوا أفتن عليك عند أمك، ها؟ لا يا كبير، أعمل أي حاجة غير إنك تقول لأمي، أنا مش قدها. أيوه كده اتعدل. خد بالك من نفسك، ولو نفسك هفتك إنك تقابل مواطنين طبيعيين في حالهم، معاك عنوان الورشه ومعاك عنوان السكن. بالك من نفسك. وانت كمان. سلام يا كبير. سلام يا كبير. لا مؤاخذه بقى يا اسطى، اتاخرت عليك معلش. ولا يهمك هندسه، انا عارف ان الفراق صعب. الابتسامه دي مش مستريح لها خالص يا اخي، مش عارف اذا كنت بتنمرني ولا بتتكلم بجد. بس انا قلت لك بلاش تيجي معايا، انت اللي ركبت دماغك يا اسطى. بص يا باشمهندس، انا اول ما جيت من طنطا على اسكندريه لقيت ولاد حلال كتير قوي وقفوا جنبي، فديني برد جميع ربنا يا اخي. وبعدين بلاش موضوع يا اسطى يا اسطى يا اسطى كتير ده، خلي البساط احمدي، قول لي يا باشمهندس. انا نفسي الاقي اوبشن يدلت الابتسامه بتاعتك دي يا اخي، انا خايف وشك يشقق من الضحك. اتفضل. اللي اقول له هندسه ما تاخذنيش يعني، ايه اللي رمى اخوك الرميه دي؟ ده احنا طالعين من زخانيق لزخانيق زي ما اكون طالع من بيت الزواحف. انا عارف بقى ريقي ناشف معاه، واد مخه ناشف ودماغه فيها بلغه. معلش ربنا يصلح الحال. انت ما عندكش اخوات يا صنعان؟ عندي، عندي اختي الصغيره زي القمر، بس ربنا يقدرني بس واعرف اجوزها. هيقدرك وهيرزقك من واسع، ربنا يخليك ليهم يا صنعان يا رب. طب ايه؟ يلا نطلع نص نوقف تاكس؟ تاكس؟ انت مش لسه بتقول لي بتجهز اختك تاكسي مين؟ وقف لنا مشروع يا عم. طب اهو اهو جه يلا. يا اسطى يا اسطى تعالى يا حوده يا اسطى.